صباح الخير يا سامح. صباح الخير نوح، اخباره ايه؟ هادي جدا، بركاتك يا حاج سامح. يا عم ده دكتور محمود شكله هيخليني ما اشتغلش معاه تاني، انا هروح له. في ناس معاه في المكتب. اللي اقول يا سامح، ها انت ليه مهتم قوي كده بحاله نوح؟ مش عارف، بس نوح الشواف ده وراه حاجة كبيرة أوي، أكبر بكتير مما كنت متخيل، وهو ده اللي أنا لازم أعرفه. الو، صباح الفل يا دكتور، ازاي حضرتك؟ انا لقيت معاك ناس. طيب اجيلك دكتور، كنت عايز اعمل جلسه مع نوح الشواف. حاضر، اللي تشوفه حضرتك. طب في اي اخبار عن فؤاد الشواف؟ تمام تمام شوية وعد عليك. ألا ما تتفاجأ زي كل الناس اللي بنحبهم، أما في لحظة ما بنلاقيهمش حوالين، وساعتها جسر اختفى وبعد عن كل الناس، حتى انا مكانش قادر يتصور ان هو ممكن ما يشوفهاش للابد. اوقات كتير الواحد بيرتب لحياته ويظبطها بالشحرايا، بيبقى مخطط كل حاجه، بس بتحصل حاجات تانيه في لحظة، كل شيء بيتغير والقدر يقول كلمته، واحنا مقدمناش غير ان احنا ننفذ بس. في التوقيت ده ابويا كانت صحته بتتدهور، انا بحب ابويا قوي يا طارق،